أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة التاسعة من ليبيا الأحرار وأبرز عناوينها. متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. عودة تصدير النفط عقب توقفه يومين لسوء الأحوال الجوية واختلاف بين شركة البريغا وشركات التوزيع بشأن أسباب الازدحام على الوقود. القيادي بالنظام السابق محمد الزوي يؤكد للأحرار رغبتهم في المشاركة في الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده مطلع العام المقبل. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث اقتحم عدد من المتظاهرين المحتجين على تأخر رواتبهم وعدد من الجرحى وأسر الشهداء اقتحموا مساء اليوم مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. هذا وشدد المتظاهرون على ضرورة إقالة بعض الوزراء المتقاعسين عن أداء مهامهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن. رغم رداءة الطقس وسوء الأحوال الجوية، لكن ضيق ذات اليد والفقر وشدة العوز كانت الأقوى، فهؤلاء المتظاهرون خرجوا للمطالبة بأبسط حقوقهم. الحكومات يتفرج علينا من رواشن هنا تحت المطر، مش حنروحوا إلا بحقنا كامل. هادو عشرات الآلاف من عمالكم يطالبوا بحقوقهم، يبي يعيشوا زي باقي الليبيين، لا أكثر ولا أقل، عندهم صغار، عندهم التزامات. الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والإضرابات كثرت من أجل تسليم الرواتب ولكن دون جدوى، فتجاهل الحكومة لمطالبهم يعمق المعاناة التي يعيشها الموظفون من مدنيين وعسكريين ومعلمين ومتقاعدين. زي ما تشوف قدامك، زي ما تشوف ما فيش لينا تو قريب ساعة ولا ساعة ونص، ما فيش حد جاي يطلع ويتكلم وقال الجرحى نديروا لهم حل ولا نديروا لهم راي. لينا تو من 2016 الجرحى ما دورهم حد، الجرحى قاعدين يعانوا، في مشلولين قاعدين، ناس تعاني، ما فيش من اهتم بهم بكوا الجرحى، والشهداء أسر الشهداء لهم 5 سنين ما اعطوهمش ولا قرش. وشهدت مناطق أخرى في وقت سابق مظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان منذ نحو 3 سنوات. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس محمود الهري رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس سالم جريكشا أحد المتظاهرين. أسأل بداية السيد جريكشا، يعني ما الغرض من الاقتحام طالما أنكم تتظاهرون بحسب القانون لأجل مطالبكم؟ السلام عليكم ورحمة الله، ونحييك ونحيي الأستاذ محمود الهري. المظاهرة اليوم كانت في طرابلس، اجتمعوا فيها أسر الشهداء من الزاوية، من مصراتة، من جميع المناطق، وكانت المفقودين المبتورين والإخوة أهالي المفقودين وأهالي أسر الشهداء. وقفتنا كانت احتجاجية وكانت سلمية وبعيدة عن كل التهديد ولا فيها أي أخطاء، لكن الحقيقة احنا من مدة فاتت ارسلنا لجنة لمقابلة السيد فايز السراج، ولكن تأخرت اللجنة وما فيش رد علينا، مما اضطر الأهالي وأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين والجرحى لهذه الوقفة اليوم. انتظرنا الى يوم امس ونحن ننتظر في حد يرد علينا ويقول لنا
تفضلوا تعالوا اللجنة اللي كونتوها، كوننا لجنة من 9 أشخاص بحيث ما يكونش هذا العدد اللي يحضر اليوم ما يحضرش ويحضروا 9 اللي كونناهم ويقابلوا المجلس الرئاسي ونقدموا لهم مطالبنا بالكامل، ولكن هم سبب اللي حدث اليوم. طيب، لكن يعني أسألك هنا سيد غريغشا، يعني لماذا تطور الموضوع إلى الاقتحام طالما أنكم تتظاهرون وتطالبون بحقكم؟ صح كلامك صحيح، تطور الموضوع لأن لم نجد من يعبرنا ولم نجد من يخرج لنا ويتفاهم أو يتقبل معاناة أسر الشهداء والمبتورين. أنت توا في لحظات كنت تورّوا في المبتورين، شوف في اللي فقد رجل واحدة وفي اللي اثنين وفي اللي إيده، يعني وناس حقوقها ما حصلتهاش. كل ما يجوا للمجلس الرئاسي ما يلقوش من يقابلهم. اليوم خلاص فدت، يعني الناس تعبت، الناس هم فعلا تعبنا، يعني تعبنا. طيب، ولكن سيد غريغشا، هل بالاقتحام يمكن ان تاخذوا حقوقكم؟ هي ممكن تكون مش بالضبط، يعني هي ما كانش مقصود منها الاقتحام، ولكن يعني في هذيك اللحظة مانيش عارف كيف، خلاص يعني حسوا بإهانة حقيقة، يعني ما لقيناش طيب. أي مسؤول طيب. يجي يتكلم ويقابلنا ويقول حتى كلمة طيبة كانت تخلينا كنا نرجع، لكن لقينا ما هناش حد، يعني ما فيش حد قابلنا بالمرة. طيب، ولكن الآن معنا رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين سيد محمود الهري. سيد الهري، ما سبب التأخير على الشهداء والجرحى في رواتبهم؟ الصورة الفضائية. نعم سيد الهري. أيوه. نعم، تفضل، أسمعك جيدا. أحيي السادة المشاهدين وأحيي السيد سالم غريغشا. بالنسبة للموضوع فيه شوية لبس، هو ليس تأخر مرتبات الموظفين، مرتبات أسر الشهداء والمبتورين. الهيئة قامت بصرف مرتبات أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين حتى تاريخ شهر 9/2018. يوجد بعض الفروقات لبعض الأسر، وهي 4 أشهر عن سنة 2016 تعسرت نتيجة الظروف المادية للدولة. الوقفة الاحتجاجية هذه حق لأسر الشهداء من أجل الحصول على حقوقهم. طيب، فقط حتى نوضح الإشكال هنا سيد الهري. إذن الإشكال ليس في تأخر الرواتب، إنما في بعض الرواتب التي لم تدفع في سنة 2016. لا، الإشكال الحقيقي هو في مطالبة أسر الشهداء بصرف المنحة حسب القانون. القانون رقم 1 لسنة 2014 يقول أن تمنح منحة مالية لأسرة الشهيد أو المفقود تعادل أعلى رتبة عسكرية بالجيش الليبي. نعم. ومؤخرا تم تفعيل قيمة المنحة الجيش الليبي التي ستصرف قريبا للجيش الليبي، ولكنها لم تعدل في قانون الميزانية بالنسبة لأسر الشهداء. واحنا منذ بدايه السنه اجرينا لقاء مع وزير الماليه السابق بالخصوص ومدير اداره الميزانيه، وتم الموافقه على ان تكون مناقشتها في ميزانيه 2019. وعند مناقشه ميزانيه سنه 2019 لم يتم اعتمادها، وذلك لحسب راي لجنه الميزانيه العامه للدوله ان المبلغ كبير، يعني من 100 مليون دينار في السنة سوف يصبح المبلغ في 600 مليون دينار في السنة. فالمبلغ في زيادة نصف مليار دينار تقريبا. فهذا كان يتطلب موافقة السلطات العليا والمتمثلة في المجلس الرئاسي. فلهذا أسر الشهداء قاموا اليوم بالوقفة هذه. أما العمل الروتيني للمنح، المنحة تعتبر تسير بشكل جيد بالنسبة للظروف اللي موجودة في الدولة. يعني ما تقصده أنت أن الرواتب والمنح وغيرها كلها تذهب أو تأتي في وقتها، في نهاية كل شهر؟ قليل، لا، يوجد بعض التأخير
ولكن أسوة حتى بمرتبات الدولة العامة الأخرى. طيب أذهب أو أعود إلى سيد غريكشا، يعني سيد غريكشا، هل هذا هو الإشكال فقط فيما يتعلق ببعض الزيادات ببعض المنح، أم أن هناك فعلا تأخر في الرواتب؟ يعني دعنا في صورة المشاكل الحقيقية التي أنتم الآن تتظاهرون من أجلها. أولا أشكر الأستاذ محمود الهري لتوضيح هذه النقطة اللي كنت سأوضحها الآن، سبقني ووضحها. فعلا إصرارنا اليوم كان هو إصدار قرار من المجلس الرئاسي لوضع آلية لتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014. يعني شوف، من 2014 القانون موجود وكان ومفروض يتفعل، حاولنا بشتى الطرق أن يتفعل القانون هذا القانون، وهو أعلى رتبة في القوات العسكرية تكون للشهيد أو لأسرة الشهيد، ولم يفعل. الأستاذ محمود تو يقول أنه هو يحتاج لنص مليار، يعني مهما ارتفع المبلغ ما يفوتش الشهر 4-5 آلاف. شوف أنت الإخوة كلها من مجلس النواب للرئاسي، شوف رواتبهم هم، هذو الشهداء احسبوهم زيهم زي أي وكيل أو أي وزير، أو هذو الشهداء أعطوا دمهم أعطوا أعمارهم. احنا طيب إذن يعني هذا هو الإشكال سيد غريكشا، هل ثمة مشاكل أخرى؟ يعني اليوم فعلا هذا أول الإشكاليات، إصدار القانون أو إصدار القانون رقم 1 لسنة 2014 وكذلك وتفعيله، وكذلك إصدار قرار بتوفير التغطية المالية لهذا القانون. هذه أول المطالب اللي طالبنا بها اليوم، هي في عدة نقاط ولكن هذه أهم النقاط فعلا يعني. طيب هل ثمة أي إشكالية أخرى سيد غريكشا؟ نعم، ثانيا المطالبة بإشراف السيد رئيس المجلس الرئاسي على تسيير العمل لهيئة البحث على المفقودين. يعني المفقودين حتى هم لهم دور، احنا تكلمت على أسر الشهداء لاني عضو من واحد من عندي من اثنين من ابنائي شهداء وابني الثالث جريح، لكن المفقودين لهم حق، واحنا في وزاره واحده وهيئه واحده. فنفس الشيء طالبنا بالاشراف المباشر من قبل السيد رئيس المجلس الرئاسي على سير العمل بهيئه البحث على المفقودين، يعني في هيئه نتمنى أن يوقفوا لهم ويكونوا لجانبهم. كذلك في عدة نقاط، إنشاء هيئة مستقلة، يحتاجوا إلى إنشاء هيئة مستقلة بدل من كان للجرحى، بدل من كانوا مع الهيئة رعاية أسر الشهداء، نتمنى أن تكون لهم هيئة مستقلة، لأن الجرحى أموالهم بدل من وفصلهم عن وزارة الصحة. طيب إذا هيئة جديدة تختص بالجرحى. سيد الهري، يعني هذه المطالب التي تحدث عنها الآن سيد غريكشا، هل هناك يعني هل هو في سياق الحل؟ هل أنتم ذاهبون لحل هذه المشاكل؟ يعني هل وصلتم إلى آليات واضحة؟ هل ثمة موعد هنا يعني سيد غريكشا سيد الهري؟ بالنسبة هناك بعض الأمور اختلطت على أستاذ سالم غريكشا. بالنسبة لهيئة الجرحى لا تتبع هيئة أسر الشهداء، موضوع الجرحى هو موضوع لجنة علاج تتبع وزارة الصحة، والإخوة الجرحى يطالبون بأن تكون لهم هيئة جرحى مستقلة لا تتبع لجان العلاج اللي موجودة بوزارة الصحة، لأن مخصصات العلاج هي مخصصات واحدة في وزارة الصحة، يعني المريض والمجروح نفس المخصصات تصرف عليهم وزارة الصحة وليس هيئة أسر الشهداء والمفقودين مبتورين. وبالنسبة لموضوع المفقودين، هيئة أسر الشهداء والمفقودين كانت سابقا تضم إدارة تسمى الإدارة الفنية للبحث والتعرف على المفقودين، ولكن بحكم القانون رقم 1 لسنة 2014 والإيحاءات التنفيذية رقم 39/2015 تنشأ هيئة مستقلة للمفقودين، وتم إنشائها بقرار من السيد رئيس مجلس رئاسي منذ فترة عدة أشهر، وتم تكليف لها نائب ورئيس، وهي حاليا في طور
الإعداد يوجد بها بعض العراقيل، ولكن بالنسبة لنا لم تعد هذا الملف يعني يتبعنا. فهذا الملف يتبع هيئة مستقلة وتحت إشراف السيد وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، ولكن يعني الملف يعني يعتبر فصل حديثا. فيمكن أنكم تستدعوا السيد رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين أو السيد نائبه وتعرفوا منه يعني التفاصيل. طيب، ولكن يعني نحن نتحدث هنا سيد هري يعني أن هناك أمور يعني وصلت بالمحتجين إلى الاقتحام، يعني هل ثمة تواصل من الرئاسي وغيره بالإسراع في هذه المسائل للوصول إلى حلول حقيقية؟ صحيح. طبعا لا يخفى عليك أستاذ آزم أن الوضعية العامة بصفة عامة للدولة هي يوجد كثير ملفات أمام الحكومة للعلاج. نحن في هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين حاولنا منذ أن تولينا هذه المهمة وبإشراف من السيد وزير الدولة وبتوجيهات أن نحاول نحل هذه العراقيل. الأشياء نقول لك تتمثل في عدة نقاط. أولا قيمة المنحة اللي هي تحدثنا عليها بأعلى رتبة عسكرية. تم قلت لك التواصل مع وزارة المالية والمجلس الرئاسي، وتم مخاطبة السيد رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص حتى في الفترة اللي فاتت بعد أن تم مناقشة الميزانية العامة للدولة، ونحن ننتظر يعني في إجابة السيد الرئيس. بالنسبة هناك طلبات أخرى، أحد الطلبات وهو إعفاء أبناء أسر الشهداء أبناء الشهداء من رسوم التعليم، وتواصلنا مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل وأصدر قرار بالإعفاء. وكذلك القانون ينص على منح نسبة 10% من الوظائف العامة بالدولة إلى أبناء أسر الشهداء والمبتورين. طيب، فيما يتعلق بالإعفاء يعني هل تم التنفيذ فورا فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم الدراسة؟ سيد آزم، الإشكالية في التنفيذ. أنت تعرف حجم البيروقراطية اللي موجودة في الإدارات الليبية والإدارات الوسطى، وهذا لا يستطيع أن ينكره أحد. كل الأمور تحتاج إلى وقت، وبالذات الأمور التي تبدأ في البداية. ولكن نحن على مستوى تنفيذ التشريعات وإصدار القرارات والقوانين ومتابعتها نحن نسعى لذلك. وللعلم يعني نحن شكلنا لجنة تسمى لجنة التواصل من أسر الشهداء أنفسهم، لأنهم هم الشريك وهم أصحاب الحق أصلا. اللجنة هذه أصدرت لها قرار وتتواصل مع جميع الجهات وتقوم بمتابعتها. وأستاذ سالم يعني واحد من الناس هادو وقريب للجنة التواصل، وهي برئاسة أب شهيد ومستشار، وهم يسعون دائما للتفعيل، ونحن يعني معهم في كل خطوة. أيضا وزارة الصحة نحن لأن نطالب بالرعاية، القانون يقول تمنح الرعاية الصحية الممتازة لأسر الشهداء، فنحن تواصلنا مع وزارة الصحة. يعني أنتم قمتم ببعض الحلول للعلاج، لكن يعني ما يطلبه الآن المتظاهرون والمحتجون هو فقط الإسراع بهذه المسائل والألياف للوصول إلى حلول حقيقية. دعني أذهب للسيد غريكشا. سيد غريكشا، يعني فيما يتعلق بالتظاهر وهو حق مكفول بحسب القانون، لكن الوصول إلى اقتحامات، وكما سمعت الآن من سيد الهري يعني هناك حلول، ولربما هناك بيروقراطية فيما يتعلق بالوصول إلى حلول بأسرع ما يكون، لكن هل هناك خطوات أخرى عدا الاقتحامات لحث الرئاسي وحث كل المسؤولين للوصول إلى يعني حلول حقيقية بدون استخدام هذه الآليات التي وصلتم بها اليوم؟ سيد غريكشا، وقت إصدار قرار لتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014، يعني نشوف من 2014 لنهاية 2018 أربع سنوات أو خمس سنوات، معقولة يعني هل هو حتى لو كان سلحفاة راي وصلت يعني معقولة يعني بأي سرعة؟ أي أستاذ محمود بارك الله فيه الكلام اللي يقول فيه كثير من الحاجات اللي صارت، لكن هذا قانون من 2014 شن صار فيه؟ مازال ما فيش. قديش نستنوا يعني قديش ننتظروا؟ طيب، ما الخطوات البديلة لكم؟ ما هي الخطوات التي ستقومون بها سيد غريكشا؟
احنا ما قمنا عمرنا ما تظاهرنا ولا وقفنا احتجاج احتجينا الا وين طفح الكيل يعني 4 سنوات او 5 سنوات القانون قدامهم وما فيش حد شاف له. كذلك اللي ما فيش اليوم انا ارى ان اللي سبوا في الاقتحام ما فيش حد قابلهم، ما فيش حد طلع لهم، ما فيش حد سألهم ولا حتى رحب بهم. ما فيش يعني قاعدين واقفين. وبارك الله فيه، أنا أتقدم بشكري وتقديري لكل شباب الأمن، حافظوا على الأمن قدر جهدهم، وطبعا مع احترامهم لأسر الشهداء والمبتورين والجرحى يعني. وصلت الفكرة سيد غريكشا، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس سالم غريكشا أحد المتظاهرين، وأيضا كان معنا من طرابلس وعبر الأقمار الاصطناعية محمود الهري رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين. شكرا جزيلا لك. هذا وتعيش عدد من الجامعات الليبية منذ فترة على وقع إضرابات للعاملين بها، مطالبين بجملة من الحقوق منها زيادة المرتبات والتأمين الصحي وغيرها من المطالب. وانضمت جامعة سبها مؤخرا إلى سلسلة الإضرابات، حيث دعت نقابة العاملين بها الموظفين إلى الدخول في إضراب تضامنا مع موظفي الجامعات الليبية بداية من يوم الأحد. الحركات الاحتجاجية وإضرابات نقابة موظفي الجامعات والمعاهد في مختلف المدن الليبية تدخل أسبوعها الرابع. آخر الإضرابات أعلنتها جامعة سبها، حيث قالت نقابة العاملين بها إن هدف الإضراب هو التضامن مع بقية الجامعات بعد تجاهل لجنة التعليم بمجلس النواب ووزارة التعليم لمطالبها، مؤكدة استمرار الدراسة وعدم توقفها حفاظا على حقوق الطلاب في الدراسة. رئيس النقابة العامة لموظفي الجامعات والمعاهد عصام عويدان قال للأحرار إن الوقفات الاحتجاجية والإضرابات انطلقت منذ بداية الشهر المنصرم في عدة جامعات في عموم ليبيا كابن وليد ومصراتة وطرابلس، بينما علقت بجامعة بنغازي إلى نهاية العام من أجل تمكين لجنة التفاوض مع الحكومة المؤقتة ومجلس النواب من الوصول إلى حلول. عويدان أكد أن اللجنة الثانية التي شكلتها النقابة للتواصل مع حكومة الوفاق تواصل عملها، وقد حصلت على تعهدات من وزير التعليم بعقد اجتماع تقابلي مع النقابات للاستماع لوجهة نظرهم. مطالب المضربين كانت موضوع اجتماع طرأ الأحد الماضي لمجلس جامعة طرابلس ترأسه وزير التعليم بحكومة الوفاق، ويتمثل أهمها في حلحلة مشاكل المرتبات وانتقال الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة من الجامعات بسبب قلة الرواتب وانعدام الامتيازات مقارنة بالجهات الأخرى، وأيضا تفعيل مكتب الموارد البشرية بالجامعة الليبية لتنمية قدرات الموظفين واستكمال تفعيل التأمين الصحي. وفيما عبرت نقابة موظفي الجامعات عن تفاؤلها بالتوصل إلى حلول تنهي غضب منظورها، تستمر إضراباتهم من أجل مزيد الضغط وتحقيق كافة المطالب دون توقف الدراسة والإضرار بمصالح الطلبة. قال مهندسون بموانئ ليبية ومصدر بقطاع الشحن يوم الأحد إن 4 موانئ لتصدير النفط أعيد فتحها بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت وكالة رويترز إن ناقلات ترسو في موانئ راس لانوف والسدرة وزويتين والبريغا وميناء الزاوية، مشيرة إلى أن ميناء مليتا الغربي فقط لا يزال مغلقا بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الجمعة الماضية إيقاف تصدير النفط بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي سياق متصل، تشهد محطات تعبئة الوقود بطرابلس منذ أيام عدة ازدحاما ملحوظا وطوابير لسيارات المواطنين، رغم التأكيدات المتكررة لشركة البريغا لتسويق النفط أن وقود البنزين متوفر بجميع مستودعاتها. هذا واتهمت شركة البريغا في بيان لها الأحد شركات توزيع الوقود بسوء إدارة وتنظيم عمليات تزويد الوقود، ما أدى إلى ازدحام في محطات التعبئة. تقرير والتفاصيل. من جديد تعود محطات تعبئة الوقود بالعاصمة طرابلس لتشهد ازدحاما وطوابير تصطف أمامها السيارات للتزود بالوقود، فيما تغلق بعض المحطات أبوابها أمام المواطنين لأسباب عدة.
شركة لبريغا لتسويق النفط أرجعت سبب الازدحام أمام المحطات إلى شركات التوزيع متهمة إياها بأنها لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية، إضافة إلى عدم اتباعها لأبسط المعايير المتعارف عليها والتي ينبغي أن توفرها شركات في محطاتها، على رأسها وجود مولدات كهربائية لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. البريغا وفي بيان لها صدر الأحد قالت إن القصور واللامبالاة من قبل شركات التوزيع غرضه التشويش وإيصال معلومات مغلوطة مفادها عدم توفر الوقود لدى شركة البريغا على حد قولها. شركة الراحلة للخدمات النفطية إحدى شركات التوزيع نفت اتهامات بيان شركة البريغا بحق شركات التوزيع قائلة على لسان مدير إدارة مبيعاتها محمد بلاح لليبيا الأحرار إن سبب الازدحام أمام المحطات يعود إلى تقليل الكميات الممنوحة من شركة البريغا إلى شركات التوزيع وزيادة استهلاك المحروقات لدى المواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة على حد قوله. وبين تبادل الاتهامات ما تزال شركة البريغا لتسويق النفط تؤكد أن وقود البنزين متوفر بجميع مستودعاتها وأن ناقلة أنوار ليبيا التي وصلت لميناء طرابلس البحرية الجمعة الماضية ما يزال العمل جاريا على تفريغ حمولتها البالغة 32 مليون لتر من البنزين وتوزيعها على المحطات وشركات التوزيع. أكد أمين عام مؤتمر الشعب العام سابقا محمد بلقاسم الزوي في تصريحات خاصة للأحرار عزم أنصار النظام السابق المشاركة في المنطقة الوطني الجامع المزمع عقده مطلع 2019. وكان أنصار النظام السابق قد طالبوا البعثة الأممية بتمثيل عادل في العملية السياسية، إلا أن هناك من يطالب أنصار النظام السابق أنفسهم بموقف واضح تجاه من يلوحون منهم باستخدام السلاح تجاه مخالفيهم. مع اقتراب موعد الملتقى الوطني الليبي الذي من المقرر عقده بداية 2019، يبدو أن أنصار النظام السابق يعولون عليه لدخول المشهد من جديد، خاصة أن خطة المبعوث الأممي غسان سلامة تقضي بعدم استبعاد هؤلاء من أي تسوية سياسية من أجل استقرار ليبيا. أمين عام مؤتمر الشعب العام سابقا محمد بلقاسم الزوي وفي تصريحات خاصة لليبيا الأحرار أكد مشاركة تيار سبتمبر في الملتقى الوطني الليبي، وقال أن مشاركتهم ستكون بناءة وسيعملون من أجل إنجاح الملتقى حتى يخرج بتوصيات تصب في صالح الشعب الليبي. نعم، سنشارك بقوة ومشاركة بناءة، لأن نعتقد أن هذا اللقاء الليبيين ضرورة. سنعمل من أجل إنجاح هذا المؤتمر لتخرج عنا مقررات تفيد الشعب الليبي. أنصار النظام السابق كان لهم لقاء في إبريل الماضي في القاهرة مع المبعوث الأممي غسان سلامة، وطالبوا وقتها بتوفير المناخ الملائم للحوار وإبعاد كل الأجندات الخارجية التي لا تعبر عن مصلحة ليبيا حتى لا ينحرف الملتقى المرتقب عن أهدافه وتبقى إرادة الشعب الليبي هي الأساس. المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يتوحد تجاه ليبيا في كيفية الحل. إرادة الشعب الليبي هي الأساس. لو اتفق الليبيون على الخروج من هذا النفق لا أعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع أن يمنحه. المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي وبعد عدة جلسات في الداخل والخارج أكد أهمية المصالحة الوطنية لاستقرار البلاد، وهذا لن يتحقق إلا بطي صفحة الماضي وإثبات حسن النوايا للدخول في حوار شامل. ولكن ما مدى استعداد أطراف النزاع للحوار مع أنصار النظام السابق؟ وماذا سيقدم تيار سبتمبر لحل القضية الليبية؟ وهل يمكن أن يكون لهم دور في العمليتين الدستورية والانتخابية بعد الملتقى الوطني الجامع، خاصة أنهم كانوا قد طالبوا البعثة الأممية بما سموه تمثيلا عادلا ومشاركة فعالة في كافة مسارات الحوار لإنهاء المرحلة الانتقالية؟
حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المستشار بالدراسة الاستراتيجية والإدارة الدولية سيد عبد الله عثامنة، وعبر الهاتف من طرابلس رئيس مركز ترلاب للدراسات عبد السلام الراجحي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد عثامنة، هل موقف الزوي بالدخول في العملية السياسية يعبر فعلا عن كامل موقف أنصار النظام السابق؟ اهلا وسهلا بك وبضيفك وبكل متابعي قناتكم اينما يصل بثها. ما قاله الاستاذ الفاضل محمد زوي مقبول، وهو الانطباع العام وهو الثقافه السائده عند كل انصار النظام السابق الذين الان لا تمثلهم جهه واحده بعينها ولا شخص واحد بعينه، هم مجموعات وهم حركات وهم مجموعة قوى سياسية مختلفة في عدة تنظيمات، ولكن الإطار العام أو المفهوم العام لإنصار النظام الجماهيري الآن في الداخل والخارج هم أكثر استعدادا وهم أقرب إلى الحل الوطني، وهم أغلبهم الآن متواجدون في الداخل، وحتى نحن الآن نترقب الفرصة المناسبة والوقت قريب جدا سنكون من الداخل، والعمل الوطني وعمل انقاذ ليبيا ومن الداخل، وبالتالي مكون المؤتمر الملتقى الوطني الجامع سيكون فيه انصار النظام السابق، وليس مقتصر فقط على انصار النظام السابق، وانما حتى من ناصر فبراير ومن ناصر الملكية ومن هو كل هويته وعنوانه واسمه ليبيا وعنوانه ليبيا سيكون في المؤتمر الجامع. طيب، سنذهب بعد غد الى تونس في حضور المؤتمر او اللقاء رفيع المستوى والشخصيات الوطنية رفيع المستوى كمكون أساسي للبنة الأولى للمؤتمر الوطني الجامع. طيب سيد الراجحي، كيف ترى هذه الخطوة، خطوة دخول المجموعات التي لا تزال تدافع على النظام السابق ورموزه في العملية السياسية في البلاد؟ مساء الخير لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. وأنا أستغرب يعني السيد عبد الله والسيد محمد زوي يتكلمون عن نظام سابق، هم جزء أصيل من النظام الحاكم الآن. فالسيد عبد الله والسيد زوي يعملان كمستشارين للسيد الفيلة صالح، هم الآن جزء من السلطة الحاكمة في ليبيا الآن، يعني عندما يتكلموا كأنهم خارج السلطة. هل عبد الله محمد زوي عندما تكلم يمثل مجلس النواب بحكم أنه مستشار للسيد الفيلة صالح؟ هل يعني عندما كان يريد ان يشارك في ان يطالب بالمشاركه يعني في المؤتمر الوطني الجامع، هل هو يقصد كموظف في مجلس النواب ام كناشط سياسي؟ يعني حقيقه هناك يعني اشكال في فهمنا لبعض القيادات التي لم تنشق على نظام القذافي في 2011. من معظم القيادات الفاعلة في ذلك النظام القذافي والتقنية أو ما يسمى بالتقنقراط كلها انشقت على نظام القذافي إلا بعض الأعداد القليلة فقط مثل محمد زوي مثلا. فأنا أستغرب يعني هل محمد زوي ماذا يمثل؟ يعني هل يمثل أخوتنا في قبيلة زوي؟ هل يمثل مدينة الشاطئ جغرافية؟ من يمثل حقيقة؟ هل يمثل عقيل الصالح بحكم أنه موظف لديه عندما يطالب؟ المهم إذا كان هم يتكلموا عن أنصار النظام السابق يرفض العملية الديمقراطية والتمكين تبجي والحزبية إجهاض والحزبية تخوين، هل هم داروا مراجعات فكرية وقالوا أن هذه الأفكار النظام السابق نحن تبرعنا منها وسننشئ أحزاب وسنشارك في العملية النيابية؟ اعتقد ان هناك لابد ان يقومون الاخوه في بقايا النظام قيادات النظام السابق البقيه القليله التي لم تنشق في 2011 لابد يوضحون من انتم كما قالها القذافي في 2011، من انتم؟ هل انتم تمكنون عقيل الصالح بحكم موظفين لديه؟ هل انتم يعني لديكم حركات سياسيه حزبيه؟ هل هذه الاحزاب او التجمعات ذهبتم وسجلتموها في وزاره العدل بحسب قانون رقم 13 سنة 2012 الذي ينظم الحركات السياسية والأحزاب حتى تتحصل على ترخيص وتعملون من داخل ليبيا؟ لابد يفهمونها يعني. طيب سيد عثامنة،
طيب سيد عثمان، هذه النقطة التي تحدث عنها السيد الراجح، يعني العديد من مناصري النظام السابق يرفضون العملية السياسية، اليوم وقد قررتم الدخول في العملية السياسية، كيف سيكون ربما رد فعل من يشاركونكم الموقف ذاته، لكن وسائلهم الإعلامية ما زالت ربما يعني يطغى عليها التحريض وتطهير البلاد كما يقولون؟ سيدتي، أولا نحن لنا الشرف ونفتخر أننا لم ننشق عن النظام السابق، رغم أن شخصيا لم أكن وزيرا أو بموقف أو بمنصب حساس، ولكن التزاما أدبيا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا وفكريا، وكانت هناك معركة صليبية، معركة 40 دولة تدق ليبيا ودمرت البنية التحتية ودمرت مواقع الدفاع العسكرية ودمرت البنية التحتية، وبالتالي كان من الواجب الوطني المقدس أن نكون في صف القيادة السياسية وولي الأمر والنظام الحاكم آنذاك، وهذه قناعتنا ولازلنا ندافع عنها إلى الأبد. أما انخراطنا في مؤسسات الدولة التي هي قائمة الآن هي تحصيل حاصل معترف بها في العالم، هي في إطار الجغرافيا والدولة الليبية، بالتالي هذه المؤسسات السياسية وهي وظيفة عامة لا حرج بأن نكون فيها مستشارين، الاستشارة والمستشارين يأتون بهم حتى يهود ونصارى ومن جنسيات قومية أخرى وعرقية أخرى، وبالتالي لا غير أن نكون في مؤسسة مستشارين لمؤسسة عسكرية أو مؤسسة سياسية، هذا دليل على أننا نحن فعلا نحن إلى الشعب الليبي ونحن إلى الوطن الليبي، وهو تراب غالي ورويناه بدماء أجدادنا وأبائنا ضد الترك في معركة القرطبية والأحشادية وغيرهم المعارك. أما على استعداد المشاركة السياسية فهذه قناعة منذ أن أطلقنا مسيرة غصن الزيتون للسلام في 2011 وجلسنا للحوار وندنا بالحوار، والدليل على ذلك أن كل قياداتنا اللي في أنصار النظام الجماهيري قبلت بأن تكون في إطار الاستشارة ورضخت للإرادة الشعبية، وأتينا للداخل وجلسنا في جلسات المصالح الوطنية وتنازلنا عن حقوقنا التي ممكن أن نتنازل عنها، أما حقوقنا المطلقة فما زلنا متمسكين بها، حق المشاركة السياسية وحق أساسي، حق العمل وحق أساسي، حق مرتباتنا وثوراتنا في طبيعتنا الطبيعية في بلدنا حق أساسي، حق الدفاع. نعم، فيما يتعلق بنعم حقكم في المشاركة في العملية السياسية، يعني في نفس الوقت هناك جماعات وهناك ربما بعض الأفراد ينتمون لمناصري النظام السابق ويرفضون هذه العملية السياسية، كيف سيتم التعامل معهم من قبلكم؟ سيدتي، نحن الآن إذا أردت أن تطاع فإن المستطاع، الآن ليبيا ليست في نظام الرفاهية أو في نظام المدينة الفاضلة أو في ميدان، ليبيا الآن تنزف وليبيا الآن النساء تبكي وتصطف مع المصارف وأبنائها يتباكون في تونس وفي الأردن وشرفنا الضيع، وبالتالي كان علينا وجوب شرعي ووطني وأخلاقي أن ننخرط في أي عملية حوارية سياسية سلمية ننتهجها من أجل القضاء الوطني. نحن ننبذ العنف والإرهاب والتطرف والسلاح والعمل الدموي والعمل الخارجي، كل هذه الأشكال الأدوات والوسائل نرفضها كمنهاج للوصول إلى تسوية سياسية. إذن سيكون موقفكم صارم ويكون موقفكم واضح مع أي أفراد أو أي جماعات حتى تنتمي لمناصر النظام السابق ويعني تستعمل العنف، هل سيكون موقفكم واضح تجاههم؟ نعم سيدتي، وطوال الثمان سنوات لم نشهد على الحركات السياسية أو المجموعات التنظيمية التي انصهروا فيها منصار النظام السابق، وأنا لهذه اللحظة لم أسجل في أي حركة من هذه الحركات، ولكنني بقوة وبقناعة تامة ولم أتنفصل ولم أنصرخ من مناصرتي للنظام الجماهيري، وبالتالي هذه المجموعات من أنصار النظام السابق القليلة التي ترفض المصالح الوطنية وترفض العمل الوطني وترفض الاستتابة والعودة إلى الوطن وللشعب الليبي طيب السلطات ومصدر التشريع طيب. وبالتالي طيب. ايضا نحن سنقف ضد كل من هو في فبراير او من هو في الملكية يرفض حقنا ويحاول يقصينا ويهمشنا بقوانين وضعية حمسية بربرية اقصائية تهميشية طيب.
سيد الراجحي، طيب هناك من يقول أن ربما عدم تقبل جماعات المناصرة للنظام السابق في العملية السياسية اليوم ربما لن يدع ليبيا يعني تسير خطوة إلى الأمام، وربما تخرج من هذا النفق المظلم وسيجعلها تعيش دائما يعني في مأساة الماضي. ما تعليقك على ذلك؟ هو اسمحي لي فقط، يعني احيانا عندما نسمع عن النضال والتصدي، التصدي والنضال كان مفترض في سرت او في طرابلس مش في لندن، يعني في 2011 اللي يتصدى كان للصليبيين كما يقول الاستاذ عبد الله عتبنا، كان الافضل في ليبيا ما يكونش في لندن الحقيقه، ومظاهرات امام السفارات الاوروبيه، هذا اولا. الامر المهم الاستاذ يتكلم عن النظام الجماهيري، النظام الجماهيري وضع قوانين، الاستاذ يعني يقول ان قوانين وضعيه تقصينا كالانصار النظام السابق، انت قوانينك وافكارك تقصي جميع الليبيين، انت تقول التمثيل زجي وترفض تاسيس الاحزاب والحركات السياسيه ما عدا حركه اللجان الثوريه الحزب الحاكم في ليبيا في ذلك الوقت في فتره القذافي. الرجل بارك الله فيه الاستاذ عبد الله قال نتبرى من اي ممارسات للعنف من انصار النظام السابق، هذا امر جيد، لكن اذا انت تقول يعني انا اريد امثل النظام انصار النظام السابق او النظام الجماهيري كما يقول، النظام الجماهيري يرفض تكوين الاحزاب، وهنا في والاعلان الدستوري يسمح بتاسيس الاحزاب والقوانين الان في ليبيا. النظام الجماهيري يرفض المجالس النيابيه وهو مستشار لمجلس نيابي متمثل في السيد عقيله صالح. فهل الاخوه في النظام الجماهيري او القيادات التي لم تنشق القليله جدا على نظام القذافي في 2011 هل عملت مراجعات فكريه واتضح ان النظام الجماهيري فيما يخص العمليه السياسيه والديمقراطيه لا يتماشى ما بعد 2011؟ هل عملوا مراجعات فكريه؟ هم يعني الذين يريدون يعني يعملون التعامل السياسي دون الى العنف، هذا استاذ عبد الله بده يجيبنا. انت تريد تمثل نظام جماهيري، انت تقول والله امثل نظام جماهيري في الركن الاقتصادي او الركن الاجتماعي، لكن الركن السياسي الحقيقه لا يتماشى الان مع العمليه السياسيه، لان شكرا عمليه الانتخابات والدستور والديمقراطيه لا تتماشى مع الركن الاول اللي هو الركن السياسي. فأتمنى أستاذة تحولي للسؤال حتى نفهم حقيقة. نعم نعتذر لسوء نعتذر لضيق الوقت، نشكر رئيس مركز استرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي كان معنا عبر الهاتف من طرابلس، والشكر أيضا للمستشار بالدراسات الاستراتيجية والإدارة الدولية السيد عبد الله عثامنة كان معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لكما. المشاهدين هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. البلغة الأغدامسية صناعة تتوارثها الأجيال في ظل قلة الدعم وارتفاع أسعار المواد الأولية. هل أصبح مفهوم الولاء للقبيلة والإقليم والعسكر هو المسيطر اليوم على عقول الليبيين؟ ولماذا تأخر تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع أنصار النظام السابق؟ ما علاقة الجيش بالدولة والسياسة؟ وكيف يمكن دمج الثوار وسحب أسلحتهم؟ وهل وظفت معركة الإرهاب في الصراعات السياسية؟ ما مصير الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي يطرحها الرئاسي؟ وكيف ستؤثر في حياة المواطنين؟ وما حجم تأثير دول الجوار والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على المشهد في ليبيا؟ هل ستساهم التعديلات التي أجراها مجلس النواب مؤخرا في استقرار البلاد؟ أم أنها ستزيد المشهد تعقيدا؟ كل هذه القضايا وغيرها نطرحها في لقاء خاص مع رئيس مؤسسة كويليوم للأبحاث نعمان بن عثمان، يأتيكم في الأوقات التالية. Thank you.
المتظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. عودة تصدير النفط عقب توقفه يومين لسوء الأحوال الجوية واختلاف بين شركة البريغا وشركات التوزيع بشأن أسباب الازدحام على الوقود. القيادي بالنظام السابق محمد الزوي يؤكد للأحرار رغبتهم في المشاركة بالملتقى الوطني الجامع المزمع عقده مطلع العام المقبل. أهلا بكم مجددا. أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان البدء في سداد جزء من الديون المستحقة على المرضى الليبيين في المصحات الأردنية. جاء ذلك خلال زيارة السراج للأردن ولقاء الملك الأردني ورئيس الوزراء وعددا من المسؤولين الأردنيين لبحث سبل التعاون في مجالات الصحة والتعليم العلاقة الليبية الأردنية. أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج تعليماته لوكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بشأن معالجة أوضاع الطلبة من أبناء المهجرين بمصر. وأوضحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها بفيسبوك أن التعليمات تأتي في إطار اهتمام رئيس المجلس الرئاسي وتعاطفه مع ملف النازحين والمهجرين بالخارج حسب قولها. قال وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغة أن وزارته تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وبناء قدرات وزارة الداخلية الأمنية. وأضاف بشاغة خلال لقائه سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر في طرابلس أن لبريطانيا دور بارز من خلال دعمها لحكومة الوفاق وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني. ومن جهته أعرب بكر عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسيا واقتصاديا ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة. شدد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد الشيباني على ضرورة التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية وتسجيلها لدى الدولة الليبية حتى تتمكن من أداء عملها داخل مركز الإيواء. وأكد الشيباني خلال لقائه القائم بعمل السفارة الإيطالية في ليبيا أن الوزارة ترحب بعمل المنظمات المعنية بملف الهجرة داخل ليبيا، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا لأي منظمة بالعمل داخل مراكز الإيواء إلا بعد تسجيلها في وزارة الخارجية. بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية تشوي سونغ العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات. وأكد المغربي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس على أهمية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع القائمة خصوصا في مجال الكهرباء والماء والبنية التحتية. هاجم مسلحون يوم السبت مركز شرطة بنينة في مدينة بنغازي، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية وحرق سيارة تابعة للمسلحين المهاجمين. وأوضح مركز شرطة بنينة أن مسلحين حاولوا إخراج تجار مخدرات موقوفين بالمركز قبل أن يتم الرد عليهم، مشيرا إلى أن المسلحين تمكنوا من الفرار ولم يستطيعوا إخراج أي من الموقوفين بالمركز. أه.
أفاد مدير أمن تزربو عبد الحميد السلوسي بأن أجهزة الأمن والشباب المساند من المدن والمناطق المجاورة شرعت في المجاهرة بالأمن. وأضاف السلوسي ليبيا الأحرار الأحد أن الأجهزة الأمنية شرعت في إقامة التمركزات والاستيقافات داخل المدينة وخارجها، وذلك لتأمينها وحماية سكانها وملاحقة العناصر المسلحة الخارجة عن القانون. هذا وكان مركز شرطة تزربو قد تعرض لهجوم مسلح خلال الأيام الماضية خلف عددا من القتلى والجرحى، إلى جانب اختطاف 13 شخصا لم يعرف مصيرهم حتى الآن. أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة رفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ الرابع من شهر نوفمبر الماضي بداية من اليوم الأحد. وأوضحت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن هذا الإجراء جاء لاستتباب الأمن في المدينة، مضيفة أن على كافة الجهات الأمنية أخذ العلم بذلك، وإشار إلى أن الغرفة الأمنية صبراتة كانت قد فرضت حظر التجوال من الساعة 9 مساء إلى الساعة 6 صباحا منذ نحو أشهر على خلفية خروقات أمنية واشتباكات تعرضت لها المدينة أثارت حينها حالة من الفزع بين المدنيين، أوقفت على إثرها المدارس وأغلق عدد من المؤسسات العامة والخاصة. تشتهر مدينة غدامس بعدد من الصناعات التقليدية من أهمها البلغة الغدامسية، والتي لا يزال السكان يتوارثون صناعتها من جيل إلى آخر. ويقول المهتمون إن قلة الدعم وارتفاع أسعار المواد الأولية ساهما بشكل كبير في تقلص عدد حرفيها. منذ مئات السنين لا يزال أبناء عائلة بن يدر يتوارثون صناعة البلغة الغدامسية بمشغلهم بسوق الصناعات التقليدية بالمدينة القديمة بغدامس، التي تشهد إقبالا من قبل السواح والأهالي رغم تطور عالم الموضة. طبعا البلغة الغدامسية تكون من نوعين، فيها الرجالي فيها النسائي. طبعا المواد الخام اللي هي تكون من جلد الماعز وجلد الضان وطبعا جلد الجمل او البقر. طبعا الطريقه الاولى هي الفصاله، تفصل الوجه للبلغه، بعد نعطوا لي تساوين للخياطه، التريزه كلها بالحرير، يتم تنسيق الالوان على حسب الزرق على وجه البلغه. طبعا هذا كل شغل النساء، الحرير والزرق هذا شغل النساء. صناعة البلغة يتطلب بذل الكثير من الجهد والوقت، خاصة لما تحويه من زخارف ورسومات تقليدية يتشارك في تشكيلها الرجال والنساء كل حسب تخصصه. طبعا الإقبال من أهالي المدينة يستعملوا فيها في الأفراح والأعياد بالنسبة سواء الرجل سواء المرأة. طبعا في إقبال حتى من السواح الأجانب يطلبوا فيها أحيانا السواح الأجانب بالنسبة للحدار الغدامسي. البلغة الغدامسية أضحت مهددة بالاندثار بسبب غلاء أسعار المواد المستعملة في صناعتها، إلى جانب توجه صانعيها إلى مهن أخرى، أمر يتطلب تشجيع ودعم الحرفيين عن طريق إقامة مشاريع صغرى لإحياء هذه الحرف وضمان استمرارها. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. عودة تصدير النفط عقب توقفه يومين لسوء الأحوال الجوية، واختلاف بين شركة البريغا وشركات التوزيع بشأن أسباب الازدحام على الوقود. القيادي بالنظام السابق محمد الزوي يؤكد للأحرار رغبتهم في المشاركة بالملتقى الوطني الجامع المزمع عقده مطلع العام المقبل. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت بالأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.